أهلا بالمشاهدين على شاطئ الفكر والثقافة والتاريخ. نقف الآن عند هذا الصرح العظيم، صرح يعني يبين كثير جدا من المعالم، يبين التاريخ، يحفظ الإرث السوداني لسنوات خلد. مكتبة جامعة الخرطوم، هذه المكتبة اللي أصبحت الفترة الأخيرة تشكل وجدان الأمة وأصبحت تؤدي دور المكتبة الوطنية في ظل غيابها. الحديث عنها أكثر والحديث عن المقتنيات الموجودة ودور هذه المكتبة في تنمية المجتمع وفي إسهام الطلاب في تقديم نماذج بحثية مميزة. سعيدين جدا نرحب بالدكتور محتسم عبد الله المهدي، رئيس قسم خدمات المعلومات بمكتبة جامعة الخرطوم. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا وصباح الخير، وصباح الخير على العاملين بقناة الشروق ومشاهدينا داخل وخارج السودان. الله يجزيك دكتور. يعني لو عايزين نتكلم عن المكتبة بالضرورة نرجع لجامعة الخرطوم، هذه الجامعة العريقة اللي شكلت وجدان الأمة وخرجت كثير جدا من الرموز الوطني، وهي أيضا شاهدة على تاريخ عظيم من غردون وإلى امتداد التاريخ حتى الآن. نتكلم عن هذه النشأة العظيمة وبوجهها الخصوص، يعني مكتبة جامعة الخرطوم تدريجيا. شكرا جزيلا على الاستضافة وتسليط الضوء على مكتبة جامعة الخرطوم. حقيقة مكتبة جامعة الخرطوم نشأت بمواصفات تضاهي أو تغارن ما موجود في جامعات البريطانية بحكم الاستعمار البريطاني للسودان. وفي العام 1943 لما شعرت وزارة المستعمرات البريطانية إنه كثير من الدول في المستعمرات في سبيل نيلها لاستغلالها، ففكرت في تطوير الكليات الموجودة لجامعة أو إنشاء جامعات تخلد ذكراها. فهذا الحال انطبق على جامعة الخرطوم، فتطورت كلية الخرطوم الجامعية وصارت جامعة الخرطوم في العام 1956. فبداية المكتبة كانت كلية غردون التذكارية في العام 1902. ففي الوقت ذا كانت مدارس بتخرج يعني كوادر وسيطة تساعد في بعض الأشغال اللي بيحتاج لها المستعمر في الوظائف، واتطورت بعد ذاك بقت مدارس ثانوية، ومثال لها مدرسة كيتشينر الطبية دي 1924، مدرسة البيطرة، مدرسة الزراعة، مدرسة الحقوق، مدرسة الآداب. فالمدارس الثانوية دي جمعوا الكتب الموجودة فيها، وكانت النواة الأولى لمكتبة جامعة الخرطوم، وكانت حوالي 3000 كتاب. في فترة وجيزة السير دوغلاس نيوبولد، وهو طبعا السكرتير الإداري لحكومة السودان، فأهدى مكتبته الخاصة لمكتبة الجامعة، وكانت بتضم يعني كتب نادرة عن السودان وعن أفريقيا. وبعدها يتوفى برضو بفترة ما طويلة، فأهدى مكتبة السكرتارية اللي هي السكرتير الإداري لحكومة السودان لمكتبة جامعة الخرطوم. وهذه المجموعة مجموعة غنية جدا بكل المكاتبات الإدارية والميزانية واكتشاف منابع النيل والجريدة الرسمية لحكومة السودان وما يطلق على الجازيتا، وهكذا كانت النشأة يعني. يا سلام. بعد ذاك نتكلم عن التطور. طيب في ظل التطور يعني لازم نجيب عند النشأة دي ونجيب عند التاريخ العظيم ده. نعم. كثير من المخطوطات على ذكرى كثير من الكتب والنسخ الأصلية ما موجودة في أي بلد ثاني غير السودان. صحيح. كيف ممكن نقدر نحافظ على الموروث الكبير ده في ظل التحول الرقمي الموجود الآن؟ نعم. يعني عشان نقدر نواكب ونحفظ التاريخ ده. نعم. بعد ذاك المكتبة تطورت وبدأ كثير من المانحين وكثير من الأسر السودانية وكثير من العلماء يهدوا مكتباتهم الخاصة لمكتبة جامعة الخرطوم. وعلى سبيل ذكر المخطوطات، أول مكتبات يعني أهديت للجامعة هي مكتبة أكبر يعني مكتبة البروفيسور التجاني الماحي والأستاذ محمد صالح الشنقيطي. مكتبة التجاني الماحي تحتوي على 3000 من المخطوطات النادرة على مستوى العالم، يعني يمكن أكبر كمية من المخطوطات النادرة موجودة في مكتبة جامعة الخرطوم في مكتبة التجاني الماحي. وخرط نادرة برضو، حتى بعض الخرط مكتوبة بالرق أو جلود الحيوانات اللي هذه كان الفترة ما قبل الطباعة. وفي نماذج كثيرة يعني من المخطوطات النادرة، ديوان إشراغة
مذكرة الخريجين للحاكم العام ومصاحف وكثير يعني من الحاجات النادرة شديد. الجامعة والمكتبة عشان تحافظ على هذا الإرث. طبعا نحن الآن في عصر الرغمنة وعصر الإسكانر وكذا، فعندها خطط طموحة في أنها ترغمن كل الحاجات النادرة وتتيح للناس يستفيدوا منها يعني. طيب في وقت من الأوقات دكتور مختصم عبد الله المهدي رئيس قسم خدمات المعلومات بمكتبة جامعة خرطوم، في وقت من الأوقات كانوا الباحثين بيجوا للسودان عشان يتزودوا بكثير من معلوماتهم لإتمام بحوثهم العلمية، لأن النسخ الأصلية زي ما قلت هي موجودة في السودان. في ظل الظروف الحالية هل انقطع المادة ولا انتوا وفرتوا لهم من خلال الرقمنة الموجودة على أقل تقدير؟ والله طبعا العصر الرقمي يعني غير المفاهيم وغير السلوكيات بتاعت المستفيد، لكن ما زال يعني مكتبة الجامعة تقتني مصادر معرفية نفذت طباعتها أو أوت أوف برنت زي ما بقوله، ورير كوليكشن يعني ما بلقاها في حتة ثانية لأنها أساسا ما مطبوعة، أساسا الرقمنة ما وصلتها. فما زال يعني الباحثين يعني يتكبدوا المشاغ من انجلترا ومن روسيا ويجوا السودان عشان يطلع على الكتاب اللي هو بيكمل له بحثه او يشوف خريطه او يتابع مجرى النيل او هكذا، بالذات في الدول الغربيه. يعني المكتبه يعني واكبت هذه المساله فعملت فهارس الكترونيه ممكن تتيح الوصول للمصادر المعرفيه من اي حته في العالم، تدخل على الفهرس الإلكتروني بتاع المكتبة وتبحث فتوجد الكتاب اللي انت بتبحث عنه. ده كلام موضوع يعني ده كلام محترم يعني ان شاء الله. طيب جامعة خرطوم هي الجامعة الأم للجامعات السودانية، وجود مكتبة قومية بالشكل ده بتتيح كل المناهج وكل البحوث وكل المخطوطات والوثائق، ده دور مهم جدا منها. انتوا كيف مع الجامعات الأخرى طرق التشبيك معهم لتوفير المصادر؟ نعم طبعا التكنولوجيا والأتمتة والأوتوميشن هي عملة التشبيك، من تشابه تشابك، فكل المكتبات والجامعات متشابهة في أهدافها وفي رسالتها، والمكتبات الجامعية مشابهة في مصادر المعرفية وفي خدمات اللي بتقدمها، وبالتالي لا بد أنها تتشابك مع بعض. فظهرت بعض الأنظمة الحديثة اللي بتتيح هذه العملية، لكن مكتبة جامعة الخرطوم أو جامعة الخرطوم هي سباغة في استخدام الأنظمة الآلية. يمكن مكتبة الجامعة أول مكتبة بدأت باستخدام الحاسوب في أتمتة المكتبة، فبدأت ببرمجيات اليونسكو المجانية وتطورت البرمجيات، كانت بتعمل على الدوس تطورت على الويندوز وتطورت على الويب. فبعد ذلك جاءت المصادر المفتوحة، مفتوحة المصدر أن كل باحث كل مهندس ممكن يخش يطورها. جامعة الخرطوم امتلكت المبادرة في أنها تعمل تشبيك للمكتبات الجامعية السودانية، فكان مشروع بتاع 3 جامعات، جامعة السودان، جامعة النيلين، جامعة الخرطوم، استخدموا نظام اسمه دي سبيس هو نظام بتبني به المستودع الرقمي، والمستودع الرقمي ده مصطلح جديد اللي هو يعني هو ذاكرة الجامعة وذاكرة المؤسسة بصورة رقمية، وبالتالي الجامعات دي كلها بقت مربوطة بالنظام بتاع الدي سبيس وكلها داخلة في الرانكينج أو الويب ماتريكس اللي بيتم كل 6 شهور. فكل 6 شهور نحن بنسمع في الصحف انه الجامعه الفلانيه نالت المرتبه الاولى والثانيه والترتيب، وده بيقودنا لترتيب مكتبه جامعه خرطوم ما بين المكاتب العالميه. كيف التصنيفات دي؟ على مستوى السودان هي في القمه او في الطب، وبعد ذاك يعني برضه مرتبه متقدمه على مستوى الجامعات الافريقيه والعربيه، لكن لا هذا ليس الطموح يعني. ايوه الناس ساعية لأن يعني جامعة الخرطوم ومكتبة الجامعة تكون في الريادة وتصل لمناصب متقدمة. طيب دكتور دليل على تقدم الأمم هو البحث العلمي، الدول دائما تخطط تخطيط مستقبلي، تخطيط بعيد المدى، خطط قصيرة حتى أنه تنفذ التنمية المستدامة. وجزء من البحوث العلمية الموجودة هي مدرجة حبيسة الأدراج للطلاب ولا للباحثين نفسهم. فأنت بزاوية شوفك ومن حكم تواجدك يعني وبالذات نلت معرفة من مكتبة جامعة الخرطوم، كيف تقيم إنفاق الدولة على البحوث العلمية؟ والله هو أنا يعني ممكن أتكلم عن البحث العلمي
بعد ما الطالب ينتجه أو طالب الدراسات العليا مدى الاستفادة منه ومدى توفيره وإتاحته للمستفيد والرجوع إليه والعمل بالتوصيات الجات فيه يعني. فنحن في مكتبة الجامعة يمكن من العام 2003 اخترنا نظام اسمه الـ ATD Electronic Thesis and Dissertation. فهذا نظام إلكتروني ملزم الطالب إنه يوفر نسخة رقمية من البحث بتاعه ومتاحة في المستودع الرقمي بتاع الجامعة، فكل طالب ممكن يصل لنتائج اللي توصل لها الباحثين السابقين ويستفيد منها. فنحن في المكتبة نظمنا عملية البحوث خزنها واسترجاعها بصورة ميسرة يعني. طيب بما أنه ده تاريخ يشكل وجدان الأمة، بالضرورة نتكلم عن أبرز المشاكل أو الإشكاليات اللي الآن بتمر بها مكتبة جامعة الخرطوم عشان الهام يكون مشترك ما بعيد فقط على جامعة الخرطوم يعني. نعم نعم والله هو المشاكل العامة. أبرز الحاجات بزاوية شوفك بدون تغليف يعني عشان الناس تقدر تعرفها وتعاليها. لا إن شاء الله بدون تغليف يعني. أبرز الإشكاليات هي ما إشكاليات إنه المصادر المعرفية موجودة والمكتبة بها كنوز من المعرفة، وإشكاليات إنها المكتبة نشأة إنجليزية نشأة بريطانية، فمعظم المصادر الموجودة يمكن أكثر من 90% منها باللغة الإنجليزية. فمسألة التعريب ومسألة إنه الطلاب والباحثين معظم أبحاثهم بقت باللغة العربية، فواحدة من مشاكلنا إنه الاستفادة من مصادرنا بقت قليلة يعني. هي ما مشاكل مادية ولا نحن عندنا المعرفة يعني. مشاكل تلقي المعرفة. مشاكل يعني هي ما مشاكل أو يمكن يعني الناس معوقات ممكن نقول. يعني الناس لو اتجهت إنه يعني تعمل بحوثها باللغات الأخرى غير اللغة العربية. متوفرة كل المصادر المعرفية بالنسبة لهم. ثاني حاجة طبعا الأشياء اللي أفرزتها السوشيال ميديا والمعلومات المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشبكة العنكبوتية، وهي كلها معلومات يعني يمكن ما صحيحة ما سليمة. فبيجي دور المكتبي هنا إنه هو الغايد للموجه للطالب وللباحث للمصادر ذات الموثوقية وكذا، وحسوا إنه يرجع للكتاب تاني، وكما قال المتنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابع وخير جليس في الزمان كتاب، وما زال الكتاب هو خير جليس وما زال هو ذو موثوقية عالية. ونحن بنحس الناس إنه يرجعوا للمصادر الأصلية يعني استغوا منا معلوماتهم عشان تطلع لنا بحوث جيدة معلومات ذات موثوقية عالية إن شاء الله. طيب دكتور في جزئية أخيرة أقل من دقيقة، ندي الأمناء الذين تعاقبوا على هذه المكتبة يعني. مكتبة جامعة الخرطوم طبعا مكتبة عريقة، وكانت في البداية يعني على النظام الإنجليزي والبريطاني إدارتها، واستودنت زي ما ذكرت في العام 1956. أمين المكتبة في هذه الفترة كان اسمه مستر جوليف، واستمر حتى بعد السودنة. وبعد ذاك جاء بروفيسور عبد الرحمن النصري، سودن منه وظيفة أمين مكتبة الجامعة، هو أول أمين مكتبة سوداني، وده كان في العام 1961 واستمر لحد 1984. بعد الأستاذ البروفيسور أبو بكر الصديق عليهم رحمة الله ده اللي توفوا، وبعد ذلك جانا وعلماء تاني من تخصصات مختلفة. بروفيسور عبد الملك استمر لحد بداية التسعينات، وبروفيسور محمد نوري الأمين، والدكتور الحبير يوسف نور الدايم، وبروفيسور منى محجوب، وحسن المنقوري، ومن الطب بروفيسور أحمد حسن فحل. دي كلهم أمناء لمكتبة جامعة الخرطوم، ودكتور عباس التجاني من الهندسة، وأنا أخشى إنه أنسى يعني. القائمة تطول. وكذا وأختم بإنه الآن الدكتور حسام الدين عبد الله الجدال هو أول أمين مكتبة متخصص تخصص كامل في مجال علوم المكتبة. يا سلام. يعني من البكالوريوس لحد الدكتوراه. يا سلام. علماء كتار من تخصصات مختلفة داروا مكتبة جامعة الخرطوم، لكن الآن يعني ونحن من هنا يعني بنهنيه على
صيغه الجامعه في انه يكون امين. ليه والتحيه صباحا. دكتور معتصم عبد الله المهدي رئيس قسم خدمات المعلومات بمكتبه جامعه الخرطوم، احنا مقدرين جدا حضورك صباحا، كثر خيرك. شكرا فيك. الله يبارك فيك. شكرا.